بالإضاءة ديالها الجميلة والمبهرة وزجاجها الملون كالطلة لنا الفوان يسمع بداية كل شهر رمضان الأبرك. أصل كلمة الفانوس هو إغريقي وكتشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، والظهور التاريخي الأول ديالو كان منذ 100 عام مع دخول معز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة ليلا في رمضان، وانتقل لبقية الدول العربية كرمز للفرحة وتقليد محبب في شهر رمضان. صناعة الفوانيس كتعد من الصناعات المعدنية، والصناعات المعدنية عموما من بين الصناعات المغربية اللي هي متميزة، حول بأنها الصناعة كتميز المغرب، لأن اللي هضرنا على الخياطة متواجدة في أوروبا، متواجدة بزاف ديال البلدان، ولكن الصناعة المعدنية عموما كتواجد إلا في المغرب. إلا طلعنا لأوروبا، مشينا لأمريكان، مشينا بعض الدول بحال مصر، بحال سوريا، بحال، ولكن هي من المميزات ديال الصناعة المغربية. خص الدور ديالنا حنايا، خصنا الدور ديالنا باش حنا المنتوج ديالنا يتماشى مع الحضارة، يخترق داك الحضارة هذيك، نديروا واحد المنتوج واحد اللي هو كيتماشى مع داك. كنا كنخدموا للرياضات، إذا العمران، إذا كان الآخر ديالنا كيمشي مع العمران، إذا العمران المغربي بداك الهندسة ديالو بداك دا، كنديروا فوانيس اللي كتماشى مع داك العمران هذاك. إذا كانت صناعة الفوانيس استخدم فيها الزجاج والخشب وبعض المعادن والجلود، فإن الصناع التقليديين طوروا من أشكال الفانوس ونوع الخامات التي تستعمل في صناعته، إلى أن ابتكرت أنواع جديدة كالفوانيس الكهربائية مثلا، كل ذلك من أجل دعم تسويق الفانوس كمنتوج ورفع القيمة المردودية دياله، خصوصا لدى الحرفيين والصناع المزاولين لهذا المهنة. شي الإنسان خصو يبقى فنان ولا عمل، لان حنا نجيو كمثال المردود المادي هي هوايه وفن بجوج بهم وحرفه، لان الى كيما خديتيها انت وكيما خداها الفرد شتي هذه الحرفه ديال الفوانيس ولا ديال الصناعه المعدنيه، كتجربه ميدانيه في المغرب. الناس صوروا منا الملايير الغنى الكبير، ولان حسب ذاك المثل المعهود به دابا حاليا كيقول لك الصناعه الى ما غنات كتسر، ولكن سبق الغنى بان لا كنتي ذكي وكذا راه تغنيك، ولا كنتي كذا راه تبقى مستور، لان ما خصكش انت تنطلق ديما بواحد المنطلق ديال بان الصنعه الهدف ديالك وهو على المردوديه، وتبقى خدم الفن من اجل الفن، والفن ديالك عادي يوصل. الا ما وصلش دابا راه تجي واحد الوقيته اللي غادي اللي داك الفن هذاك عادي يوصل ويكون في المستوى وعادي يكون في المتناول. رغم أن صناعة الفوانيس أصبحت حرفة تراثية بالمغرب، إلا أن المزاول لهذه المهنة مازال كيحكم هاجس المردود المادي المتوسط، لكنها في نفس الوقت بقات حرفة كيمتزج فيها العنصر التجاري والمادي بالحالة الإبداعية للصانع، على اعتبار أنها موهبة وحالة فنية قبل كل شيء. الفوانيس أصبحت كتأتت بيوت وفنادق وأماكن عامة، وإذا كان الفانوس حافظ مع الزمن على الرونق والجمالية ديالو وتطور من جيل إلى جيل، فالفضل في ذلك يرجع ليد الصانع المغربي يد المعلم.